لما تتصور الأرقام التي أرقام المبالغ التي كانت تحت تصرف رئاسة الجمهورية مباشرة. رئاسة الجمهورية، أنا مش عاوز أقف فيها كتير لكن بديك نموذج لما يمكن أن يقنع. رئاسة الجمهورية وفي الوضع السابق يعني كان موجود مخصصات رئاسة الجمهورية تقريبا، هي مش واضحة في الميزانية، الميزانية هي عندنا حاجة مستقلة بتتكتب لا الميزانية حصل فيها لعب كبير قوي، وكل حاجة بتتكتب بقت يعني، وهو ده التقنين مع الأسف، التقنين الفساد. طيب فهو عنده تقريبا مخصصات رئاسة الجمهورية تقريبا في الميزانية تقدر تقول جروسو مودو كده يعني، إذا حبيت تقول حوالي ما بين 80 ل 90 مليون جنيه. طيب لكن الاقي انه في مبالغ خرافيه بتروح، الاقي مثلا انه فوائض اعتمادات تجديد والانشاء في قناه السويس، في داخل قناه السويس تروح لرئاسه الجمهوريه داخل مباشره ولاقي انه ما يصل ما يبقى ما هو المبالغ. انا شفت تقارير خبراء وانا مش عاوز اتكلم فيها برضه دلوقتي، يعني تقارير خبراء بتقول لي انه تحت تصرف رئاسه الجمهوريه وخارج اي مشروعيه لمجلس الشعب او لجهاز مركزي المحاسبات او اي حاجه تانية، مبلغ لا يقل عما بين 600 الى 800 مليون دولار سنويا، جنيه سنويا. انا ده مبالغ انا ما اعرفش ازاي بتحسب، لكن مشكلتك انه هذا كله حد يقول لك قانون بالقانون طب قانون. فانا هنا مش محتاج عاوز حساب، لكن لدقة الموضوع ولخطورته أنا بعتقد أنه هذا نحن في حاجة إلى جهة تحقيق مستقلة ومؤتمنة تقوم به. كويس؟ الحاجة الثانية أن أنا في نفس وأنا بحاسب عاوز وزارة قوية، عاوز أكبر أقوى وزارة في مصر تواجه ده. في هذه الأزمة عايز وزارة طيب جديدة. طيب أنا أنت قدام واحد إدراك أنها ثورة، اثنين أنها تقتضي الانتقال من وضع إلى وضع. أول انتقال موضع أنك تعرف هذا الوضع شكله إيه ويبان حدوده، ويبان حدوده مش وفقا لقوانين مصنوعة لكن وفقا لحق وحقيقة، ما هيش محتاجة ذكاء كبير قوي لكن محتاجة اختصاص، محتاجة اطلاع، محتاجة تفتيش في مش تفتيش محاكم تفتيش مفهوم. لكن محتاجة تفتيش لأنه حجم ما فسد شنيع جدا. الحاجة الثانية المطلوب، اذا كان المطلوب الاول في الترتيب ادراك انها ثوره، اثنين انها انتقال، معنى الثوره انتقال من وضع لابد ان نوصفه وان نحاسب عليه الى امل نريده، ففي بين الاثنين مرحله، في مرحله الراهن، اللحظه الراهنه، اللحظه الراهنه وبسبب المسؤوليات الكتير فيها جدا انا اريد اقوى وزاره في تاريخ مصر. عايز وزاره قويه جدا تستطيع ان تواجه هذه المرحله لغايه ما اقدر عندما تتبين لي الحقائق تقدر تحط تخطيط بالممكن. أنا بعتقد أن الأحوال الاقتصادية في البلد ليست سيئة بهذا الحد، ليست مخيفة إلى هذه الدرجة، وأنها مما تستطيع أن تواجهه. والأرقام كلها قدامي بتوريني أنه إذا أغلقت كارثة المجتمعات في العالم الثالث اللي ما فيش فيه أي نوع من أنواع الرقابة، هو أنه فساد إذا ظهر وبقت بالحجم اللي كان موجود، إذا فهو قادر على أن يستنزف أكبر جزء من الموارد. لو أنه بقى في كفاءة في التنفيذ وفي نزاهة في التصرف، وأنا بعرف يعني عارف زمان كان دايما، أنا فاكر نهرو كان دايما يقول في بعض الفساد يؤدي دور اجتماعي، بمعنى انه it oils، هو كان يقول كده، بيزيت مكنه الدوله. موظف هنا بياخد 5 جنيه ممكن ده سيبه أو. لكن انا بتكلم على الفساد المقنن. احنا سمعنا ارقام مليارات يا استاذ هيك المخيف، المليارات بتطير يعني في الهواء، محدش بيقول مليون خالص، لا مليون كله من المليون ده بقى رقم تافه يعني. انا شايف حاجات يعني في حاجات لا تليق في انا كنت ببص المجتمع المصري والله في العشر سنين اللي فاتت من اول ما قالوا الفكر الجديد والكلام ده كله، ومخضوض انا على ظواهر ما ارى، مش في حاجات مش ممكن تقبلها، مش بس متجاوزه لكن بذيئه يعني. في حاجات في انا عاوز اقول لك حاجه، انا ما بروحش افراح ابدا، في حاجات حذفتها من حياتي لان ما اقدرش، بمعنى مش ما اقدرش وقتا. انا عاوز بتنام بدري كمان، حذفتها من بدري قوي. انا حذفت لا انت بتنام بدري، انا بنام بدري صحيح. فيش لا ماليش دعوه بالسهر يعني. انا بصحى الساعه 5 صباحا
وبقعد اقرا، وبعدين باجي مكتبي الساعه 8، بخش مكتبي الساعه 8، وحتى لو كنت في الريف بعمل نفس الطريقه. وانا طول الوقت قاعد بقرا، بقابل ناس، بسافر. على علمك انا لم بكل الظروف انا لم وانت تعرف ده، انا لم اخرج، لم اهاجر عمري. واقصى مره غبتها عن مصر في كل من ساعه ما 40 سنة اللي فاتت، خصوصا من ساعة ما سبت الأهرام من سنة 74، لم الناس كانت فاكرة والله إني عايش برا. لكن كنت صار عليك مقيم في لندن بنان. مقيم في لندن، مش عارف مقيم فين، لكن أنا لم أغادر. سافرت كتير قوي لأنه محتاج أقابل ناس، محتاج أسمع ناس، محتاج أحتفظ بصداقات، محتاج. أنا عندي مثلا 14 ل 15 كتاب صدرت في العالم الخارجي، بكتبها هنا، بتطلع برا، فبروح بشوف ناشرين، وهو ده اللي عايش منه. والا تبقى مشكله يعني كبيره. لكن انا سبت الاهرام باخد 252 جنيه. معاشه كان 200 جنيه. 252 جنيه طب على عيني وراسي. وكنت بعمل ثلاث اربع وظايف. انت ما شاء الله بتتحاسب بالكلمه. الله اكبر يعني. الحمد لله مش القارئ المصري بيدفع لي. لا الحمد لله. لا ويدفع لك القارئ المصري. كتر خيره. احنا وعينا يا استاذ. هو اللي عملني. احنا وعينا على بصراحه يا استاذ زيكا. بعد مصر كلها بتقول هو عارف ايه، لم يكن لاي حد ان يدعي بقيمه خارج حدود بلده إلا إذا كان اعترف أولا أن ما لديه صنع في بلده. فأنا ما خرجتش، لكن أنا وبعدين مع العمل كنت بقول لك أنك أنت بتضطر تحذف حاجات. أنا حذفت الأفراح، حذفت كل السفارات، كل مروح السفارات والكوكتيلات ومش عارف الريسبشنز وكلها كلها في 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 تقريبا مكتبي في قاعدة أن كل هذه الدعوات يقدر رد عليها برقة وخلاص. ما بنروحش، ما بنعملش حاجه تانية. لكن انا قاعد بقول لك متفرغ. لكن هنا في كنا بنتكلم على انه لابد ان تحاول ان ترى انت هتعمل ايه. لابد ان تحاول انك توصف الموجود. فانا بقول لك انت قدام، حددنا كل اللي بنتكلم فيه، قدام التنفيذ في مشاكل عاجله، وبعدين قدام اللي جاي. نتكلم على الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، هو الطبقة الجديدة اللي بتطلع. بعد 10 سنين اللي فاتت كان في حاجات غير معقولة وغير مقبولة. يا راجل انت، احنا كنا زمان قبل الثورة زعلنا كلنا مرة انه فرانسوا تاجر، وهو كان واحد من لعلمك، ولا بتكلم على التوكيلات، ولا واحد من المصريين ما كانش فيه توكيل واحد بيملكه مصري. ولما راحت القطاع العام في زمن سابق طبعا. راحت كلها من ملكيه اجنبيه الى راحت القطاع الى قطاع عام، جت اتوزعت 2500 او 2800 توكيل، عملت 2500 2800 مليونير كده بضرب زرار يعني بورقه فبقانون بالقانون طبعا كله بالقانون. فرانسوا تاجر لما راح جاب مره من ماكسيمز عشا كانت عجبه واتكلمنا عليها، وكانت من اسباب الثوره واتكلمنا فيها. يا راجل انا بشوف عزايم كلها جايه بحالها من بره كلام. لا في بدائع يعني، حتى العالم الخارجي، حتى السفراء، يمكن شفت انت في وثائق ويكيليكس، والسفير الامريكي اللي في تونس اللي راح عند جوز بنت بن علي، بن علي وصف العشاء وكان مستغرب مش قرفان لانه لا يليق في ناس. المهم يعني، لكن انت عليك تقول الاوضاع اللي كانت موجوده، عليك تنفذ المشاكل وتواجه المشاكل المعلقة بوزارة قوية، عليك تفكر في المستقبل. المستقبل يبدو مقلق شوية، لأنه هناك الآن ما يسمى أو ما الوقت بيستدعي كده كلمة الثورة المضادة، وأن ممكن تقوم ثورة مضادة من تحت كده تسرق هذه الثورة. والموقف ده بيخوف الناس جدا، وبدأ الشباب يكتبوا الوقت على الفيسبوك على تويتر وفي الانترنت وبتاع، بيكتبوا الأنين بما يسمى بالثورة المضادة، ولهم حق. لا بس أنا عايز أقول لك إنه إذا كنت بتتصور إن أوضاع قديمة متغلغلة بهذا العمق، مقننة بهذه الدرجة، مهمة بالنسبة لأصحابها إلى هذا المدى، إذا فلا بد أن تتوقع عمر ما هيحصل في ثورة إنك هتيجي تقول لنظام قديم بكل عناصره وبكل المستفيدين منه والله يا جماعة جاء وقت الرحيل فرحله. صحيح هيقول في الاول بيتراجع، لكنه في اول ما يتبارك اعصابه يرد مره اخرى بانه اللي انت بتسميه الثوره المضاده واللي الدنيا كلها بتسميه الثوره المضاده.
الثورة المضادة أنا بعتقد أنه أكثر ما يشجعها هذه اللحظة نمرة واحد هذا الموقع في شرم الشيخ. أنا آسف بقول ده ومكسوف أقوله، بس عاوز الناس يعرفوا فيه أنه هذا البلد ليس مدينا لأحد، وكل الناس مدينة له. ولما حد يقول لي أنه أنا بسمع ناس بيقول يا عجو كبير، كلنا كبار ومريض، كلنا كبار، لكن ده وراء الضربة الجوية. عايز أقول لك أنه بأمانة يعني أنه والله في الحرب أكتوبر الطيران عمل دور بديع، لكن مش الضربة الجوية، مش مسألة الضربة. خلي بالك إن الضربة الجوية، والرئيس مبارك نفسه قال في حديث تلفزيوني في ذلك الوقت، كانت موجودة على هدفين اثنين في وسط سيناء، وأنا كنت موجود في الصورة في هذا الوقت وأقرب الناس إلى مسرح العمليات من المدنيين يعني. أنا اللي كتبت التوجيه الاستراتيجي لأحمد إسماعيل بطلب من أنور السادات طبعا. لكن أنت ضربت، الضربة الأولى كانت غارة على قاعدتين، قاعدة أم خشيم وهي مركز اتصالات، ومطار الميليز وهو أقرب مطار إلى خطوطنا، أقرب مطار في سيناء إلى خطوطنا، وبعض قطعات الطرق. وكان الهدف، الفكرة الأصلية في الضربة الأولى كانت هتعملها 12 طيارة، و12 طيارة أنه هدفين اثنين، ما فيش حاجة تانية. ولكن رئيس السادات وأنا، هذه أنت شاهد، لا مش بس شاهد، وفي شاهد آخر وهو السيدة جيهان السادات، وهي تستطيع أن تتكلم إدارة. لكن إحنا يوم من أيام موجودين في برج العرب، وهذا في سبتمبر 73 قبل الحرب بأيام يعني لا بشهر ونص تقريبا، لأن كنا في أوائل الشهر. والمشير أحمد إسماعيل علي كان وقتها الفريق أحمد إسماعيل، وأحمد إسماعيل بيقول لأنور السادات، وأنا جيهان، السيدة جيهان السادات قاعدة وأنا قاعد، أنا كنت موجود طبيعي لأنه أنا المكلف بكتابة التوجيه الاستراتيجي، فأنا موجود وبتكلم مع أحمد إسماعيل في إيه هو اللي عايزه، لأنه مش عاوز ترهقه بطلبات لا تستطيع قوته أن تقوم بها. فأنا مكلف من رئيس السادات أن أسمع منه وبقول رئيس السادات عاوز إيه وكده يعني. فأنا موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ وهنتغدى يومها، فالسيدة جيهان السادات كانت موجودة. أحمد إسماعيل بيقول رئيس السادات إيه؟ بيقول له فندم أنا لسه قلقان من تصور سيادتك للضربة الجوية، لأنه الضربة الجوية بهذا الحجم أنت هتطلع 180 طيارة هتروح تهاجم قاعدتين اتنين في وسط سيناء. فأحمد إسماعيل بيقول أنا خايف أنه هذه قد تفسد أهم عنصر أنا عايزه في المعركة، وهو عنصر مفاجأة، وأفضل أن الإسرائيل يفاجأوا مرة واحدة ب 3000 مدفع بيضربوا أول حاجة، ويضربوا ثلاث طلقات، ثلاث موجات من الطلق من إطلاق في ربع ساعة تمهيد، وبعدين بعدها القوات تبتدي الجسور المهندسين وقوارب العبور إلى آخره. وبيقول له لو كملنا الطيران اللي أنا خايف منه الطيران، وده الإسرائيليين مش هلحظوه، لو فضلنا بضربة المدافع قواتنا الموجودة للضربة بالمدفعية، قوات المشاة المهندسين موجودة هناك والإسرائيليين رصدينها، لكنهم يتصوروها جزء من المناورة اللي احنا بنعملها السنوية اللي هي المناورة تحرير واحد، واللي كنا عملنا منها 23 تدريب كويس. فأحمد إسماعيل بيقول للرئيس السادات بيقول له قواتنا الموجودة للعبور جاهزة، والإسرائيليين ما بيشكوش فيها، ولا يبدو من اللي احنا بنرصده من معلومات على الناحية التانية انهم بتساورهم شكوك، هم عارفين انها مناورة وهذا كويس قوي. لكن لو بدأت الاستعدادات في كل مطار مطارات الجمهورية، وهي لابد ان تلفت نظرهم، هتلفت نظرهم لانها لابد ان تبدأ قبلها 48 ساعة، فسوف تلفت نظرهم وقد يشعروا انها شيء مختلف. فانا رئيس السادات والحقيقة بطريقته قال له أحمد أنت مش فاهم غرضي، أنا غرضي منها سياسي وأنا موافق عليها لأنها غرضي سياسي، وبدأ يقول أسبابه. عايز أقول لك لما أحمد إسماعيل قال هذا الكلام، سيدة جيهان وهي تستطيع أن تشهد، أنا مش عاوز شهادتها لكن مش عاوز أحرجها في حاجة يعني، لكن حدر أنه أما الرئيس، أما أحمد إسماعيل علي قال الكلام ده، أنا شخصيا وهي حسيت أن إحنا والله قادرين نفهم كلام أحمد إسماعيل. لكن أنور السادات بدأ يتكلم بعد، قال له أحمد أنا مش عايز اللي انت بتتكلم عليه ده، مش هو همي، انا عندي حاجات تانية، انا عاوز واحد الطيران يطلع عشان يبقى تعويض معنوي لضربة 5 يونيو، عشان يبقى هو اللي بدأ ف...
تمام. لا مش هو اللي بدأ اتساع الضرب. اتساع الضرب. خلي بالك انه اسرائيل الطيران بالنسبة لاسرائيل هو اكبر عنصر قوة.